استهدفت بريطانيا من وراء احتلالها لفلسطين تكريس تجزئة البلدان العربية ومنع شعوبها من التوحد القومي، فشعرت بأهمية المشروع الصهيوني بالنسبة لمخططاتها الاستعمارية الهادفة إلى السيطرة على فلسطين، وتنصلت كذلك من التعهدات التي كانت قد تعهدت بها لزعماء الحركة القومية العربية. فأصدرت الحكومة البريطانية في 2 تشرين 2 عام 1917 على لسان وزير خارجيتها اللورد بيلفور وعدها الشهير، والقاضي بتسهيل مهمة الحركة الصهيونية الرامية إلى إقامة وطن قومي يهودي على أرض فلسطين. وحاز وعد بيلفور سريعاً على موافقة القوى الاستعمارية الحليفة، ففي شباط وأيار عام 1918 أعربت حكومتا فرنسا وإيطاليا عن تأييدهما لبيان بيلفور. وفي شهر آب من العام نفسه أعرب الرئيس الأمريكي ويلسون عن ارتياحه لصدور مثل هذا الوعد. وفي شهر نيسان عام 1920 كرس المجلس الأعلى للقوى الحليفة في مؤتمر سان ريمو احتلال بريطانيا لفلسطين. أن وعد بلفور وتأكيد مصالح بريطانيا في هذه المنطقة عن طريق وعد بلفور وعن طريق تأييد الصهيونية استهدف أيضا إبعاد الإمبريالية الفرنسية التي كانت قد اتفقت مع بريطانيا في اتفاقية سايكس-بيكو على أن تكون فلسطين دولية. وهنا نستطيع أن نرى كيف تحولت الحرب في ذلك الوقت إلى حرب إمبريالية، وكيف وضعت الأسس للسيطرة البريطانية على فلسطين وللنشاط الاستيطاني الصهيوني في ذلك الوقت. طبعا لا يمكن اليوم إلا أن نذكر أن بريطانيا حتى في القرن 19 وضعت مخطط لإقامة دولة يهودية في المنطقة. أذكر أن في سنوات 40 و50 عدد من الإمبرياليين والكولونياليين البريطانيين خططوا لإعادة إقامة الدولة اليهودية أو إعادة إسرائيل، ولذلك هم استفادوا من الحرب العالمية الأولى ومن نتائج هذه الحرب ومن هزيمة ألمانيا والإمبراطورية العثمانية في سبيل تحقيق هذا الحلم القديم، أي الاستيلاء على فلسطين. عملت بريطانيا خلال عهد الانتداب على تسخير كافة موارد فلسطين واقتصادياتها في خدمة المشروع الصهيوني، وساعدت الحركة الصهيونية على تهجير أكبر عدد من اليهود إلى فلسطين والاستيلاء على أكبر نسبة من أراضيها. عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت قد تبلورت فوق الأرض الفلسطينية وقائع مادية جديدة، فالحركة الصهيونية بتحالفها الناشئ مع الولايات المتحدة التي تكرست في أعقاب الحرب كزعيمة للعالم كانت قد نجحت في توفير المقدمات المادية لتتويج مشروعها الاستيطاني بإقامة الدولة اليهودية. فعن طريق استغلال مأساة اليهود في ظل الحكم النازي وبالتواطؤ مع سلطات الانتداب البريطاني تمكنت الحركة الصهيونية من اجتذاب أكثر من 600,000 يهودي إلى فلسطين، ونجحت في إقامة عشرات المدن والمستوطنات الزراعية، وباتت الوكالة اليهودية بمؤسساتها السياسية والإدارية والعسكرية تمثل عملياً دولة داخل إدارة الانتداب. كانت خيوط المؤامرة قد ظهرت، والطريق قد بدت واضحة المعالم، واتجاهها يشير فقط إلى دولة صهيونية على أنقاض الشعب التاريخي